السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حالكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كله بخير، كل سنة وانتم طيبين يا رب. امبارح كان أول جمعة في شعبان، يا رب يعيدوا علينا بخير يا رب ويبلغنا رمضان. الخضرة دي بقيت بتاعة البرنجان اللي احنا كنا عاملينه الأسبوع اللي فات، فطريقة حفظها طريقة سهلة وحلوة أوي أوي. فهو بتحطه شوية مية، شوية مية هنا، شوية مية، وبتقوموا حاطين دول كده، وتقوموا حاطين ده كده اهو شنطة كده عليهم، وتحطهم في التلاجة. يعني دول في التلاجة من السبت اللي فات، واحنا النهاردة السبت، فما صبهمش اي حاجة، تحس ان هم جايين لسه شارينهم الوقت اهو. فالطريقة دي لسه متعلمها جديدة، وقلت اوريها لكم، يا رب تعجبكم وجربوها، لان هي الخضرة في التلاجة بتبوظ، فهي كده حلوة اوي. الخضرة دي بقالها أسبوع، من السبت اللي فات أسبوع أسبوع ولسه ما اتبظتش بسبب المية، وبسبب إن هي متغطية والهواء خارج منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد جميل، الحصة هيتولع يا ماما. ماما هتسلق لنا فرخة، تعال نشوفها كده مع بعض. خالته جايبها لنا كده، ربنا يبارك لنا فيها. فرخة بلد زغمومة كده، جميلة كده، شكلها حلو. تعال نشوف احنا هنعملها ازاي النهاردة كده. اهي اهي يا جماعة، حطيتها وشوحتها، ماما شوحتها في فص مستكة، وحطت بصلة وحبة مية، وهنشوف الشوربة هتبقى زي اللبن، هتبقى جميلة جدا جدا. والثوم اهو يا جماعة اللي كنا مخزينه فاكرينه، وابن اختي بيقول اهو اهي يا جماعة اهو. وان شاء الله نسيبها تغلى شوية كده، وان شاء الله نشوف احلى فرخة يا رب. دلوقتي بقى ماما هتزود المية عشان الشوربة، وهنحط الملح بقى والفلفل، ونشوفها وهي بتكتك كده، والشوربة الجميلة الدمياطي اهي. ملح يا جماعة اهو. لا جايين